أهلا بحضراتكم من جديد. معالي الوزير، القوى السياسية السودانية ومن بثق عنها من مبادرات وشخصيات ملأت الدنيا يعني، وتواصلت مع القوى السياسية في الخارج والمنظمات الخارجية على أنه السودان في إطار سياسي قوي يمكن أن هو يدير هذه الأزمة ويصل لحلول، لكن مع اندلاع الصراع بين الدعم السريع وبين الجيش الوطني اختفت وتبخرت هذه القوى السياسية. هل هذه النظرة منضبطة أم بتغير الحقيقة؟ هو يعني أنا أكون صريح معك جدا وبطريقة غير دبلوماسية، يعني فعلا هم القوى المدنية اللي كانت يعني بتتصارع على السلطة في السودان هي إلى درجة كبيرة جدا مسؤولة من الحرب دي، لأنه قبل الحرب كان في محاولة للتوصل إلى وفاق وطني عبر ما يسمى بالاتفاق الإطاري، كان جرى اتفاق بين أطراف سياسية سودانية. الاتفاق الإطاري كان القصد منه أنه وضع أسس للمرحلة القادمة، صحيح. وكان يكون تحالف يوصل لمرحلة ما يسمى بالتأسيس، وتنتهي بانتهاء الفترة وتحدث انتخابات. في الوقت ده حاولت، ما هو القوى كانت مكسومة، القوى الوطنية في السودان، حاولت القوى الرئيسية كانت قوى الحرية والتغيير اللي هي يعني تعتبر نفسها هي اللي الثورة، عملت الثورة السودانية. طبعا الثورة السودانية عملت الشعب السوداني كله، يعني ما في حد يستطيع يدعي انه هو اللي عفوا مع الوزير، عشان للتاريخ، هدف الثورة السودانيين قاموا بالثورة على أوضاع كانت يعني لا ترضيهم، هدف الشعب السوداني كان التطلع إلى الأفضل. هل الثورة صنعت الأفضل؟ وهل شعوبنا العربية قادرة على التغيير عن طريق الثورة؟ طبعا سؤال صعب جدا. أنا يعني أستطيع أن أحكم لك بالحالة السودانية، إنه يعني الصراع بين القوى السياسية أفشل نتائج الثورة السودانية. الثورة السودانية أجهضها. يعني هي كان الثورة كانت مقصود منها إنها تزيل النظام، الناس يعني عانوا منه وبيعتبروه نظام يعني عنده اتجاه سياسي واحد ودايرين تغيير. وزي ما قلت لك، أنا بذكرك بأنه في اللحظات دي اختلطت الأجندة الوطنية السودانية بالأجندة الخارجية اللي عندها مصالح في داخل السودان. يعني اللي عاوز يستغل الأوضاع بتواطؤ من بعض القوى السياسية ولا بغباء؟ لا، بتواطؤ. بتواطؤ وده خلى يكون في الانقسام بين القوى السياسية. حتى يعني هم يعني مثلا انت كان الانقسام بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير التكتل الديمقراطي، يعني هم نفسهم انقسموا انشطروا لما اتعمل الاتفاق الإطاري وجو بتاعين التكتل الديمقراطي عشان يشاركوا. الجماعة اللي من هنا قالوا والله لا، احنا ما عايزين نغرق الاتفاق الإطاري وما عايزين ناس كتار زيادة، ناخد نفرين ثلاثة ندخلهم معنا والباقي ينتظر. يعني ده إقصاء، عملية شنو؟ إقصاء. فالإقصاء نتج عنه توتر شديد جدا. جاءت المفاوضات، الورش اللي عملوها 4 ورش عشان التوصل لاتفاقية نهائية. ما هو الاتفاق الأول الإطاري ده إطاري، لكن الإطاري ده بلوروا في اتفاق نهائي، ماشيين على الاتفاق النهائي. 3 محاور مشت مظبوط. أول ما جوا للمحور بتاع المحور الأمني والعسكري بدأت المشاكل تظهر، لأنه ظهر أنه عملية الدمج اللي الناس بيطالبوا بها بين الدعم السريع وبين الجيش، انه دي دايرينها تتم في 20 سنة او في 10 سنوات، وانه القيادة بتاعت الدعم السريع تكون منفصلة عن الجيش، من الجيش جيش موازي، يعني اللي هو ده وتر الاوضاع وعطل الاتفاق الاطاري نفسه اللي هو توصلوا له وقعوه مع بعض. واصبح هناك يعني حالة من التوتر الشديد الى ان انفجرت الاوضاع. انفجرت الأوضاع بقت القوى السياسية الحرية والتغيير بمن شطر إليه، يعني
كانوا يقفوا على الحياد بين فكرة دمج الجيش في 12 سنة، دمج القوات في 12 سنة وانفصال القيادة، ولا كانوا مع وحدة الجيش؟ هم يعني أنا أكون برضو واضح معك، هم يعني في اتهام للجيش السوداني من قبل الجماعة دي، لأنه هذا الجيش يعني الأغلبية بتاعته من الإسلاميين، ما بيسموه الكيزان في السودان، فإنه الأغلبية من الجيش، وبالتالي استبدال الجيش بقوات الدعم السريع اللي هي قوات يعني ما عندها أيديولوجية بتاعت إسلام ولا يعني تمسك بقضايا الإسلام، وهم ديل من عناصر قبلية متفقة مع بعض، يعني قبائل وحدة شغالة مع بعض، يعني يعني خالي من الأيديولوجية وخالي من الفكرة وخالي من من التوسع بتاع المشاركة. يعني انت الجيش السوداني فيه جنود وضباط من شمال السودان، فيه من شرق السودان، فيه من غرب السودان، فيه من جيش وطني، جيش وطني، ديل مجموعات قبلية قريبة لبعض، وما يسمى بعربان الشتات، مجموعة كبيرة جدا من القبائل ذات الأصول العربية الموجودة في شاد وفي النيجر وفي غيرها. فصراحة يعني الوضع بقى يعني في حالة توتر شديد، واندلعت الحرب بين وبرضو انا ارجع اقول لك يعني انا ما في موقع اكون الحاكم بانه من الذي بدا الحرب ولا كده، لكن كان واضح لعدد كبير جدا من الناس قدامهم كده انه الدعم السريع يتحرك للقيام بعمل عسكري واضح. فانتهت المواجهه دي بهذه الحرب الطاحنه